إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة، عدنا الله منها وإياكم وإن يرضى لي هذا كل يدتك أحبال تعلقة مركز تلفونه يحبان قلي مركز هالي إيقا هذا إن أنت كصور دخصة يهيد إلهي خير هيد نسيو إدي خير كو عوين كريسة إلهي هون مارتي دعو إيه مارتي بركو إلهي هيد نسيو علمي قايني نبرانو أو كسو جيدنو با بقول تشاركة خير بدن حتى صلاة السنة إني نكو مشغول إمام الشافعي salaadaha fararka marka laga reebo sunnooyinka dadku ay wadaan salaatu leelka iyo sunnooyinka kale wuxuu ka jeclaa cilmiga laan cilmigu waa waxa ka difaacaya aan yidiin laan iyo masiibo iyo jahli iyo shaydaan shaydaanku waa waxa kugu daran qofka haduu cilmi leeyahay shaydaanku ma soo dhawaado laakiin qofka aamada ah maxaan ku raadaa caabidka ah shaydaanku uu soo qoslaa marka silaaha hubku maartay yani hubka shaydaanka loo haysto iyo xumaanta waa cilmiga iimaanka waxa kordhiya waa cilmiga marka maartay ilaahay idin barakeeyo waa baabkii 9aad ayaynu ku jiray kitaabu salaah waa tarqiibu jacaylaysiin la isjacaylaysiiyey fil mashyi in loo socdo ilaa almasaajidi masaajida siima ama siyama سيما في ظلم أما لا سيما لا سيما أي كده أنت معنا لام كيبا أي أحد فن أسل كده الترقيب تشاليسي في المشي إن لو صعدوا إلى المساجد سيما أي لا سيما كما سي ترتبع في الظلم يعني هي في الظلم مركا اللي قجره مقدية ده هبينكي إن يعني صلاة يمساجك هبينك مقدقي لسو آدو يوم جاء وحي كويمي في فضلها صلاة فضل جيد وحي كويبين وايهي وحديثك الله بقول تطبيق سياشن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول كوحر صلى الله عليه وسلم رسول كوحر صلاة الرجل صلاة دينك في الجماعة وجماعك تكدو تضعف وحلو الله من الله بيا على صلاته صلاة دي سوحي ديرتهي والله ديريسينيا في بيته قرقي سوكو تكدو وفي سوقه يتو سوقي سكت كذا صلاة داس وحي ديرتاي 25 درجة 25 درجة شن يلا باتن درجو أي مساجد كصلاة داس كنت كتير جماعة عضو أي كبر أنت صلاة دقولي أجد كنت كتو وذلك عارن كاسنا وحكو إيمان يا أنه يسوي إذا توضع مركو ويسيستو وفحصن الوضوء ويسد وهجاتيو ثم دبنا خرج أوبحو إلى المسجد مساجك أوبحو لا يخرجه منك صار ميسو إلا صلاة صلاة مو يعني وحكى لو بحم أي صلاة با مساجك وصاريسة وحول النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضو مقاضو خضوة طلاب مقاضو نكاس إلا هدو قاضو رفعت والغو كريالا له سجا بها طلاب دا درجة درجة أي الله كريالا صلى الله عليه وسلم رسولك سيدي قفكو طلابة مقاضو مركو صلاة ديو بحو حدو طلابة لم يخدو خدوة مقاضي لا رفعت واللوغو كريا لله طلابة درجة حد وحلقة ترترا عنو حقيسة بها طلابة وحق مساجك وقاضي قضيئة جفنة وحلقة ترترا فإذا صلى مركو تكدو لم تزل كمزلشو على ملايكة ملايكتي كمزلشو تصلي إني ودعيني سعلي قفكي مركا يعني هو يدعو عينسا مساجد كيمي ما دام اي يدعو عينسا قفكا سيو كسو غنيه في مصلاه ماشي وكتو كان اي مساجد انتو كسو غنيه ملايك تبالي اللهم اغفر له وارحمه محاولا سأل اللهم اله يو صلي عليه اله ونحريس صلي اله مرتي الدعوية نحريسي صلي اله بركة اللهم اله يو صلي بركة عليه ادون كان اله مرتي يعني كو صلي يو اللهم إلهي ومارتي اللهم ارحمه إلهه النحرسه ولا يزال كزول مايو
في صلاة صلاة انتو كجرو قفك انو صلاة كجرو كسوري مايو اما كهاري مايو صلاة انو كجرو منتظر انتو سوغايو او صلاة صلاة دي قفك مساج كسكتشو انتو صلاة كده صلاة دي كلا سوغايا وانين صلاة كجرو وفي رواية ملايك تمحيو قدو عينسة اللهم اغفر له له دم رداف اللهم اتوب عليه لو كتوبة اقبل ما لم يؤدي انتي آنو دبين فيه در ماشا مجلس كان مساجدك انت انا واحد بالله يمن وددك افلغادين اما حمن اما دباتك ليلمن ما لم يؤذي انت انا كدبن في مساجد قدس عيد ما لم يحدث وحكلي ملائكته ودعوين ودعينسا ما لم يحدث انت انا سودرين فيه مساجد قدس ماشا والهي كبر يايو انت انا يعني سودرين ويسدي كجبن انت انا ويسدي كجبن رواه البخاري ومسلم وابي داود والترمذي وابن ماجه باختصار سواء كوبان بو ابن ماجه سوساري والمالك باكو سوساري في الموضع واللفت واللفت إمام مالك موضع سوساري حوي من توضع قفك ويسيستا فأحسن الوضوع ويسيدها قاتية عامدا إلى الصلاة صلاة دي سواء وبحايا فإنه كاسي في صلاة صلاة بكو سوين يهي ما كان يعمد انتو أقصت أيو إلى الصلاة صلاة قفك أسي انتو صلاة دا كو سوين وإنه قرية الله سواء بيحدى خدوتيه لبدي ستلابة وقالبة وحلو قرية حسنة ونك ويمحى والغة ترترية عنه إيساقا بالأخرى تلابة كلنا وحلغة ترترية سيئة دنبي تلابة صروا قادة حسنة لو قرية تلابة كلو قادة دنبي بالغة ترترية ها وينكي صامر ري إن من السر الله قادة يو من دنبي لغة ترترية إينا فإذا صمع مركو مغلو أحدكم مدكين مركا مساجكي تمادان الإقامة إن لا أقيم يو وجمع إلا قل يو فلا يسع يو عررين مساجك لقوم عرره لأن الصلاة بدك تشوف تابع أنت توصل صعته فإن عظمكم كين أقويني أجرا حق عبالك وأبعدكم كأوفق دارا دار يعني قف قفك ومساجدك كدر وسنيهاي بك أجر بذي لأن أنت توصل صعده أردن وقف صلاة كشرة قالوا حي لهذين لما يا أبا هريرة أبا هريرة سببته وقفك فوقي وقاجر بذي قفك دوام حي قالوا حري من أجلي كثرة الخضاء تلابوينك أقو بدن وحق مساجك وصوق هذا أيو ويان بول رواه ابن حبان في سيح ولفته لفته ابن حبان وحوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري من حين وقته يخرج وبحو أحدكم مدكين من منزله قرق سمرك كصوبحو إلى مسجد مساجك وصوبحو نبي وحوري فرجل سمرت تلابو أي صوق هذا يا تكتب الله وقرأ الله سجى حسنة ونك ها فرمرتي فالرجل هو تلابو تكتب اللوغ قرأي له إن كان حسنة حسنة اللوغ قرأي يو الرجل تلابو مرتي يعني هي فالرجل نو معناها داد دونتو أكاديق المنوي لمجولي ممنوي لمصابة أكاديق ها فالرجل هو اللوغ تكتب قرأي سلاه يساق حسنة لوغ تلابو داو قادي وناغو قرأي سا ورجل إيا اللوغ أما تلابو تحدو كتر تريسا عنو حقيسا سيئة حمان كتر تريسا حتى يرجع إلا قرقس كلابته رواه النسائي والحاكم بالنحو ابن حبان وليس عندهما حديث كحاكم ابن حبان أكتو ذا كميس ونين حتى يرجع السيادة وقال الحاكم حوري وصحيح حديثك على شرط مسلم يعني هي رجاشة مسلم مارتي أوكلا أي أوليك مابورين لقوريي حديث كان كلامه صحيح وتقدم في الباب قبله رقم فريق طمين كورا في حديث أبي هريرة قال رسول كريم صلى الله عليه وسلم إذا توضى مركو ويسيستو أحدكم مدكين مركو ويسيستو واكو إذا توضى هدو ويسيستو أحدكم هاي هدو ويسيستو في بيته ثم أتى الوي ما دام ساجك كان في صلاة أيو كسونانيا حتى يرجع إلا وصولابتو وايهي ورميان نقضي محاي قدعي ما واسحوي واسحوي وانا أكسني وايهي وعي الحديث كلوا صحيح والله ما بقول يو سديد يا سجاش وحده ما هل رواية هذا أنت أين آخرين ها هل رواية هذا رواية أهل دربه والله يابا رواية دربه رواية ده بك حديث كلا بدو كنا لما بقول تدبي سجاش عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي قال وحده إذا تظهر الرجل نينكي مركو صوده هارقاتو ثم أتى المسجد مساجك ويمادو يرعى يساقو إلى علينا أيه الصلاة صلاة دو سوتو كان أيه
هي كتب له هو القرآن يعني أما كتب هو يقرأ عنده له نينكا وحي قرآن كاتباه لبدا ملقى وحك قرية وحي قرآن أو كاتبه أما ملقى وحك قرية وحي قرآن بكل خطوة تلابا كستا أو يخضوها وقاضي إلى المساجد مساجد إلى المسجد مساجد وقاضي وحلو قرآن 10 حسنات طبعا حسنة يا لو قرآن والقاعد ابن بقول كفرديا أو يرعي لالنا يا الصلاة مساج كي بيسكتش وقول صلاة دي بدوري إنه جماعة دي كسوه وكالقانتي وأنين صلاة يعني هي خشوع سنو صلاة تاجن صلاة تاجن وتكن أيا يكدي جاي مركو مساج كي كسوه يا صلاة ويكتب له ويكتب والله قريا ويكتب والله قريا من المصلين كوا مصلين تاو حلو قريا من حين يخرج قف كا مصلي مركو بحو من بيتي يقول إذا كبحو حلو قريا يعني هي أجر بالو قريا إنه صلاة كجرو حتى يرجع إلا وصل لابت إليه قرقيس رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وبعض طرقه صحيح وابن خزيمة في صحيحه رواه ابن حبان في صحيحه مفرقا حديث كان هو ميرا بدن لسكاك يعني في موضوعين يعني مفرقا لسكاك يعني في موضوعين لو ميرا والقنوط قنوطكم يدلق بإزاء معاني معاني كالدوان بالقوة دلاقة منها وحكم ذا وقانوا وقوموا لله قانتين آمصة أي السكوت وكويس حاودو يلي وسأل وقوموا كعلى لله قانتين يعني هي آمصة سكوت بالنا أمري والدعاء دعاء دعا نوال على قنوتك وايهي ودوينك قنوت نبا صلاة هو اللي قد عيسته والطاعة داعي إله إلا دعانا قنوتك ولا لهذا والتوادع إنو قفك إلهي سلول لغنا ولا لهذا وإدامة الحج إنو قفك قنوت سمعي حجك ودائم ومر البحجك آدنا ولا لهذا وإدامة الغزو ده لدى الجهاد كينو قلنا قنوت ولا لهذا والقي أو كتشوك والقيام في الصلاة صلاة إنو ستاقو أو صلاة دا كجرنا ولا لهذا وهو المراد هو مراد كالقليه في هذا الحديث والله أعلم حديث كالله بقول سكال سكاشن عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن حديث كني من راح قفك كوكلا من راح قفك يعني هي كوكلا عرابة من راح ده قفك يعني كوكلاها إلى مسجد إلى مسجد الجماعة مساجك الجماعة هذا قفك جوره رجت يا صلاة الصبح كوكلاها مرت وياي فخطوة فخطوة وطلابة أي قادة يا مر كل بادي طلابة بقادة تمحو كتر ترايسة سيئة حماتو أي قادة يا وخطوة طلابة كرنا وقادة يا يو تكتب مرتي تكتب خطوة داسو تكتب وقريسة له يسقى حسنة هناك داهما انتو سيسعدو يو راجع انتو اللامان يبا طلابينك والله قرية رواه أحمد بإسناد حسن والضبراني وابن حبان في صحيحه حديث كصدح بغلوان عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت وأن كم غلي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول سقوله من توضأ قفك ويسيست فأصبغ الوضوء ويسد تامية له قفك أنت ويسيست ويسد تامية له ثم مشى صعدة إلى صلاة صلاة الصعدة ومكتوبة فرلة ودوني يوم كما أسوقته وفصلها صلاة دي سوت كده مع الإمام إمام كل سوت كده قفر والله دافع له ك ذنبه الذنب قيسال ودافع روح من خزيمة حديث كصدح بقوله كو عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال حضر وحصو حاضر رجلا نمبا وحكسو حاضر رجل كو من الأنصار أنصار الموت جيري دي باوتمي فقال وحو يلي مركا إني سعيد بن المسيب وتابعي وي أبيه المسيب ابن حزن أياها محنك رضا أياها مارتي أياها سحابي فقال وحو يلي إني أنا محدثكم واردين كورهما حديثا وراء ما حدثتموه إذنكما ورمين إلا احتسابا إن أجر دوني يموياني سكلا إذنكما شيئا سمعت وحان كما غلق هي رسول الله رسول كيره من كما غلق يقول سقوله إذا توضى أحدكم متكين مركو ويسيستو فأحسن الوضوء ويسدها قاتيو ثم خرج إلى صلاة صلاة وبحو لم يرفع سرو مقاضو قدمه تلابو أو اليمنى مدك تلابو مرتي مدك سرو مقاضو إلا كتب الله ألا وقرا عز إلهي عز الله وجل ويناي له سقى حسنة هناك بالله وقرا ولم يضع مدغو قدمه مرتي لكتيس كلا اليسرى بدحدنا مرتي مدغو إلا هدو دغو حط الله ألا وحوك كترترا عز إلهي عز الله وجل ويناي عن حقيس سيئة دبيبك كترترا فليقرب هدبا أحد فليقرب
مد هوسو دواد مرتي فليقرب هوسو دواد مدكين احدكم مدكين معناه مساجك هوسو دوادو او ليبعد اما مرتي او اما سي لي مرتي لي لي ليبعد اما هدو دونو هكا فقاد الا والو شاق هداد ان بدن سو سوت اجر كاغو با بدنيا هداد ير سو سوت اجر كاغي با يرانيا فان اتى هدو يمادو المسجد او فصلى او تكدو مركو سو لوغيه كغدال الا انت صلاه بو كجري في جماعه فان اتى المسجد دو مساجك يمادو وفصلى تكدو في جماعه جماعه كتكدو قفر ولو دافا لو اسغا دنبيسي اي فان اتى هدو يمادو المسجد مساجك هدو يمادو وقد صلوا يغو تكدي الا انت او كسو سوداي وقد صلوا يغو تكدي بعدا صلاه بركيد يغو كور تكدي او بقي بعض برنا ولي هري صلى او تكنيا ما ادرك وحي سو هليلو اي او كسو غاري واتم او تام ييليا ما بقي وحي هري كان كاسنا كذلك ساسو كلو هانا يايو اجرك هوري ايا لو قريا واكو اي فين تل مسجد مساجد كي بو سو غاري وقد صلوا يغو تكدي الى ميل دروكسن بو كيميه او فاتم او خو دمايسر الصلاه سلادي سينتودي كان كذلك اسغنا اجركي خوري اي مرت او دن با لو قريا يعني هي اجركي او دن يعني ايا لو قريا فين تل مسجد فصلى في جماعه قفر له وانا لو دنب دافيا طلابه كسته او سو قادنا دنبي ايا لغا ترتريا اجرنا يا درجنا سرا لو قاديا marka hadaad salaadii oo dhan soo gaadho iyo hadaad barkeed soo gaadho iyo haday ku dhaaftaba mar hadaad meel durugsan ka timo masaajidkii jamaacadina aad u timi ajarkaagi waa leedahay rawaha daawad wax iska wariyay wa ani ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala wa xuri ibn abbas qala rasuulku xuri sallallahu alayhi wasallam atani layla xalay waxa ii yimid rabbi rabbigay atani layla ta rabbi nabigi baa wuxuu yiri rabbigay baa xalay ii yimid wa fadhakar alhadith hadiski bu sheegay ila u gaaray إلى مرتي فذكر الحديث إلى أن قال إلا أُيري رسولك قال لي وحيقولي ربي جاي قال لي وحيقولي يا محمد محمد أو أتدري مياد جرانيسا فيما محيب ديان الملأ الأعلى ومضاها إذا انكسر يا ملأ أسر يا ملايكته وحيكدو ديان مجرانيسا قلت وحنقول نعم ها في الدرجات درجوين كسر يا الودو ديا يا صلاة دولي هاي فاراتي دونوب تلاس كذا في يبي كدود يان والنقل للأقدام عدي ماذا الله حي الله قاده إلى الجماعات كلا قبض سيو أي كدود يان وإسباق الوضوء ويسدي الله تام يلو في الصبرات حلق قبض أي كدود يان يأشر خيال هاي وانتظار الصلاة صلاة يول السجو بعد الصلاة صلاة كلام مساج كل السجو أي كدود يان ومن حافظ عليهن قفك صلاتها إلى ليا عاشون ولا ذا بخير خير بكون ولا ذا وما توح كل انت بخير خير بكل انت او كان وح نقنيا ذنوبه ذنوبتيس مركه يعني مساجك جماعه يمادو ها كيوم ولدت سيدي ما انت اي دشاي امه يدي ذنوبته دهن ولا خيومينيا واكو رواه الترمذي وقال حديث حسن وقريب وياتي بتمامه ان شاء الله تعالى حديثك كله او 303 وانا بر رضي الله عنه قال قال رسول كوخدي لا يتوضا احدكم مثل ما ويسيستو فيحسن ما هاجيو وضوءه ويسديسه أو فيسبقه ويسد متاميله ثم يأتي مي ما دو المسجد يسقوا لا يريد أن دونهين إلا الصلاة صلاة فيهم ساجا وكتكن يمو يعني حد إلا هدو سدا يلو إلا تبش بش الله هدو سدا يلو إلا تبش بش الله إلهي با كفرحة إليه نكا ويمي يعني تبش بش وقفكين لسولو ويو مركو أدوهن ويسيستي ويسد هكاكي ويسدي وطاميله فيسبقه وطاميله dadna masajka u yimaado isagoon salaad mooyo wax kala doonaynin illa marku masajka soo galo tabash bashallahu ilahi ba soo dhaweeyo oo ku farxa ilahi ninka xagiisa kama ya tabash basho siduu ugu farxo ahlul qaibi yaani ninki maqna ahlul qaibi yaani ehelka ninki maqna siday ugu farxaan bidalcatihi qofkoodi ka maqna marku u yimaado siday ugu wada farxaan waxaan ku dhada aad ugu farxaan أي إلهي أدون كيسا مساجك ويمي إلهي نوغو فرحا روهم من خزيمة في سيحه وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحمارتي خلت وحا خالي نقضي وبنانا دي البقاع ميل وحول المسجد رسول كميل مساجد كيسا ودو أي بناناتي ولدقي كرو فأراد وحي دونين بنو سلامة قويسك بنو سلامة الله إلهي ومعاد بن الجبلي جابر بن عبد الله يو محان كورا دا خيرهو دي ويهي ورهيري مارتي يعني مارتي ريبانو سلامة أنصار فارا دا وحو دوني
بنو سلامة الرب بنو سلامة واحد دونين أن مرتي أن ينتقلوا إن يكسو جوران ميل دروكسانو مدينة أو مرتي أي دجناين أو سود جوران قرب المسجد مساجك رسول كماشا كبن أنا طي إن يسود جان فبلغ ذلك أرنت هسي واحد قاعدي أن يقول لهم يجي بلغني وحي سو قاعدي أنكم إذا تريدون أين دونسان أن تنتقلوا إن أو سو جورتان قرب المسجد مساجك ميل دو قالوا نعم بيدهن ها مساج كان نسو قورنا يا رسول الله قالوا حيري قالوا حيري نعم يا رسول الله وهسد أسوي قد ردنا وان دوني ذلك هرنكاس فقال النبي حيري يا بني سلام يا بني سلام دياركم أي إلزموا دياركم وردارهن النقادة تكتبوا اللي دين قري آثاركم راد كينا يعني لغاين تصول لغيسان باهراد اللي دين قري دياركم بالني أي إلزموا دياركم دارهن تشوغا تكتبوا اللي دين قري أثارك ورادك أو صلوا لجسان مساجك بالليدين قرية فقالوا حيد أهدين مركز الصحابة مركز سان النبي وش يعني ما يصرنا نفرح قل الميسو أن كنا هنا مرت أهانه تحولنا قارسو جوري مركز أنت ما قلي كفر حمينا مكان سو جورو هل كي يقفق من دوننا ساجر كانوا هلا رواه مسلم وغيره وفي رواية له بمعناه وفي آخر وحي إن لكل إن اللهكم وحيدين سجناضي بكل خطوة تلابك سو ساق عدن درجة درجة أيكوا هلسان إن لكل إن لكم بكل خطوة درجة أي هلسان وإن ذا مارت اسم كيدي منصوب كبا درجة أوضم بساعة أي درجة إن درجة بالكم إذا كسرنا ذي بكل خطوة ساسك ريانت حديث كصدح بقول يشان عن ابن عباس رضي الله عنه قال وحول كانت الأنصار أنصاري وحي هاي بعيدة متكفق منازلهم قريهود من المسجد مساجك رسولك فارادوا حيدونين أن يتقربوا من يسود وادان أمرت مساجك رسولك إنه يسود ماذانه فنزلت وحاسودك تأيد الصورة يمرت كجرت محل ياسين ونكتب ونقري ما قدموا وحيهرم صدان يو آثارهم رات كودباء معناها ونكتب ما قدموا وآثارهم وياه أو فثبت واسكسوا ناذان روح من ماجه بسند جيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحري الأبعد فالأبعد يعني هي قال أي كسي فكتهاي من المسجد مساجك أي كسي فكتهاي بيع عظمه وينه أجر حق أبالك قال بقول ذي كسي فكتي مساجك إيمانا يا كواسا أجر وين رواه أحمد وأبي داود بن ماجه والحاكم وقال وحول الحديث صحيح مرتي وياي رواه أحمد وأبي داود بن ماجه والحاكم وقال وحول الحديث صحيح وأنا مدني الإسناد رجع سنة ككجر أدم هنا ومارتي والروادي رجي مدينة الجناوية وهي سنة كعلماء ورسي أما شام يبوها أما كوفي أما بصري أما مدني أما مكي وسنة ككل علماء ورسي ديجان علماء حديث كورسي ديجان كي مدينة أي دجنائل وكون أنصار تني ربني سلامة كورمايا وعن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس تذكر وحوجوين أجرا حق أبالك في الصلاة مركّة لجلو أبعدهم وحوجوين تذكر أجرا حق أبالك في الصلاة سلادي أبعدهم كوفق إليها سلادة حق إذا ممشى حق صعدك فأبعدهم مدمتك وكفق يهي أي كأجر بدين إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم كوفق إليها ممشى حق صعدك فأبعدهم مدمتك وكفق يهي بك أجر وين يهي والذي كي ينتظر سجاي الصلاة صلاة حتى يصليها إلا أولت كذا مع الإمام قفك صلاة السجاي إلا إمام كلت كذا باع أعظم مكسي وين أجر حق أبالك من الذي كيسي من الذي كيسي أجر وين يصليها تكناي ده ثم ينام سوسي حناي معناها نبى صلاة دهور كذا صلاة عصر مساج مكسوية نين كلنا أنتم صلاة دهور كذا يبغوا سكت جاي وسوسي هذا لأن تي عصر بوصل نقضي كيف أجر وين كسجاية نبي يقول حجري والذي ينتظر الصلاة كصلاة السجاية أو صلاة دور مركب تكذب تي عصر سجاية حتى يصليها إلا وتكذب على الإمام عصرنا ولا تكذب بقى عدم وكوين أجر حق أبال خلاصين دونه من الذي كي يصليها أنت الدهر نبي قال تكذب طب أن ثم ينام صوص يحضيه عصر كي يصلى عرفتي رواه البخاري ومسلم يو غيرهما حديث صدح بقول يسديد عن أبي بن كعب رضي الله عنه كان أبي وحي كان وحوها رجل ومن الأنصار أنصاره لا أعلم أمرت أحدا أنا قرني إن متكفق
لا علم وانا قراني احد وابعدك كفك من المسجد مساجك منه حقيس والانصاري او مساجك ادق فوق من قرن يا بود كانت له كانت وحي هي لا تمرت لا تقضيه ميداني قفين صلاة صلاة هذا انا نكاس صلاة جماعة كما تجرين سيانا وفقا فقيل له حلقولي لو اشتريت حمارا ورماد دمير قدت ذو تركبه ادفوشد في مرت في الظلماء هبين كي مقدقا دمير سوفوشد ويعني اللي بكمارتك كويستا وفي الرمضاء بعد كلنا مر كمارت أتسوف وش ذي فقال وحي إنك يا مارت إنك أنصارها ما يسرني فرح قل ميسو وكفر حمايو أن منزلي يقول ييو إنه كل سجن يهي إلى جنب المساج مسجد المساج كلين عيسى إني أنا أريد واحد دنيا أن يكتب لي لا يقرأ ممشايا صعد كي إلى المسجد مساج كأنا صوص أنايو ورجوع إلى لا يقرأ لا وشدة إذا أن قري يقول راب الله منايو إذا رجعت مركان الله أبتو إلى أهل أهل كيجا فقال الرسول كبار كوري صلى الله عليه وسلم قد جمع الله إلى هيوكو كل مية لك هذه ذلك أرنكاس إن الكسول لغيسو وهذا نقول يا يوسف لغيسو دمير يجادين لو كو جمعي لك هذه ذلك أرنكا كله لما أنت أجر بالوري وفي رواية ها رواية كروح لا ذي فتوجعت له وأنا حنون صدق من كان ماشي فك يماذا با فتوجعت حنون بانو دريم اللي وسجد رادي وأنا على عليه فقلت وحن كوري يا فلان هبلو لو أنك اشتريت ورمياني في عنان الله إنا ديبسته حمار الدميرو يقيك كا إلالية الرمضاء كليلك كا إلالية مركز سيس عطو ماني وينت وهوام الأرض وهوام الأرض كا إلالية وهوام الأرض كا إلالية يقيك هوام الأرض أرلضا وحا مصي أبيسي بلايت شوغانا كا إلالية ما الدمير كا يبسته قال وحييدي أما والله ما كدرته إلهي ما كدرته ما أحب مجعلي أن بيتي قريه إنو يهي مط مارت إنو يهي مطنبو مطنبو مد مد تندديسة أما خيمديسة أما تنبوجيس يهي مطنبو مد لوحري ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قريه الرسول كم مساجك كوي على يقريه جيجا تندد عند جناهين حركوه اللي سكحره والنبي قال شعر هاي مساجك أنا كتجين مجعلي بور مجعلي قال وحري فحملته أرنتاس أيان حمباري به نكاس حملا حمباري يعني وانكحم هذا يوركو شيء جايو حد ورني كان يوس عقابة جاي يعني. ما در رسولك ويديس صلى الله عليه وسلم فحملته أرنكاسان قاضيو به نكاس يقول حملا يعني هي أليس أيان قاضيو أرنتا وانكحم هذا وحن نكان وخلدين ما در رسولك سوي ديس نكان الذي ورروا دبكة بحال ما ننتي كلل كيو هبين كي قبوا جايو أبي سوي كيوت مرت هوامتي كدليني قاعدت سامي سنين كان كويدي أي كوري مرة بو أنتي وان مرت ويجد ويجد أدي ويجد بود وف حملته وحباء الجلي به نكاس أنتي سا حملا وح الجلي أو عندي دنا يبقى الجلي حتى ياتي توانويمي النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنك بان جوا الرمي فدعاه النبي جباو يري فقال له حكويدي نك جباو حكويدي النبي مثل ذلك ما تجلي بودنا قاعدت يشوا عندوني هنا نسيس صوص عدو أجر كاهله وذكر وحشاقي أنه ننكاسي يرجو إنه رجينا أيو أجر الأثر سعود كيساس إنه أجر كيس رجينا أيو وناق لو قرأ أيو أي حان كرادا شاقي فقال النبي النبي قيبا مركا وحوري صلى الله عليه وسلم إن الله كبور نبيك إن الله كوحا كوسق ناضي إن الله كوحا كوسق ناضي مح تبست إن الله كوحا كوسق ناضي مح تمارتي مح تصبت ده إن الله كنبي جبا وحده حكوسه ناضي أنتم مخاطر فري إن الله كوحكوسه ناضي ما وحي احتسبتها واحد يعني هي أجر كأجر دربتي أين تسيس عطو تسوس عطو وتجديد سكديسه أجر كاسال الذي رواه مسلم وغيره ومن حبان بنحو مرتي بنحو ثانية سد مرتي حديث كان لبعض الرمضاء رمضاء وحوي ممدود رمضاء لمده هي الأرض وارلك الشديد الحرارة dulka maalintii cadceedu aad u kulushahay ee maartay ay ciidu gubanayso ee raran kale maartay min waqa shams cadceedu ku dhacday daraadeed ayaa ramdaal ilaada hadiska 309 waana bi horay radiyallahu anhu qala qala rasuulku wuxuu yiri kullu sulama xubin kastaaba kullu sulama min annas xubin kasto bini aadam dadka kamidi sadaqatun sadaqo ayaa guudkeeda ku waajiba kullu yawmin maalin kasto oo tadluc ay soo baxdo fihi maalinta ashams cadceedu مالك سعد صبحه قفك أدونك صدقك واجبيسه تعدل
تعدل وادو عدالة سمين قفكو بين الاثنين اللي وقف دو عدالة سمين صدقة صدقاء يهليا وتعين هدادو كالميسو الرجل نين في دابته نين قاديد كيسي فولايا هداد ألابتي ودي بتمركو فولايا مارتي أو فتحملو هادو حمبارتو فتحمله أد مارتي فت يعني يسوي قاديد كيف فولايا بعد فتحمله قاد يسوي واد بري تارت إلا فرس كيس سارتي أما هالشيء أت سارتي وكو أو ترفع له أما واحد أكر يشي له يسجى عليها ده بدي مركو فولي متاعه ألابتي سيقول لك كتير بدو ديبت ها اللي هو صدقة وهي هاي صدقة تاسينا وصدقة والكلمة كلمة دي الطيبة وناكسنيدنا صدقة صدقوية وبكل خطوة تلابك استانا وبكل خطوة تلابك استا أو تمشيها أتصعته إلى الصلاة أتصلاة وصعتانا صدقة صدقوية وتميض هداد لي حسو الأذى لبك هداد كل حسو عن الطريق طريق يمرك تسيس عتاد قضاء حضا يوحى كقادنا صدقة صدقة يا ليس رواه المسلم والسلامة سلامة بضم السين السين كين لقدو يو تخفيف الله من لامك الله خفيف يو سلامة واكو يو الميم ميم كي المقصورة سلامة لصوق عبيو المقصور كها هو واحد مرتي وامد كمدة السلاميات حبناها شركة مد كمدة وهي سلامة سلاميات كأي سلامة أي كل جل جمعية وهي مفاصل الأصابع وميرها كل جسده فرها يسوي مدى قال أبو عبيد سلام ونك اللغوي هاي هو أصل كيسه وعظم لفوي سلامه يكون مرتي في فرسن البعير أوركا يعني محل إلى هذا أوركا عكتي سبلارن سورش أورك فرسن البعير أي الله إلى هذا وحل إلى سلامد وكاوي وفكأن المعنى معني ذو حويا كل عدم لفكستا ومن إدام ابن آدم لفكستا ملاهي لفوه سوي مدان إن آدم صدقة صدقة الغربة يعني صدح بقول يلي إحنا حبناه وشو كينو كلا جويسي ولا يهي مر الصبح كست صدقة واجبية وحياه صدقة كبح نسا وعمل كون أكسنين صوشة جني وياي تعدل بين الاثنين لا بد عدالة سبعين أي تصلح وتصلاحين بينهما لحد بالعدل عدالة تميد الأذى دفك كيف تكلي حين عن الطريق طريقة دفك كلي حين أي تنحيه وتكلي حين ساق وضحدي هي مسك يوحي لمدة وتبعده وتكلي رين سا عنها طريقة شتكي أيضا جاجين سا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي ألا أدلكم ميد تسا على ما ميد تسا يمحو الله إلهي وكتر ترى بيك الخضايا إلهي وحو قفك كتر ترى ميد تسا ويرفع به إلهي ونكو كريه لأي الدرجات الدرجات كريه لأي قالوا صحابة حيلتين بلا يا رسول الله نتصها قال وحيو الإسباغ الوضوء ويسد يولا دميستر على المكاره حلقي قبوده ويسد إنا تسد دميستر عاد مارتي ويسي ستو أنا تبيها كبغا وكثرة الخضاء إنا تلاوين بدا نقادو إلى المساجد مساجد كي أو عاد مساجد كما عادو سعوتو وانتظار الصلاة صلاة إنا تكتو بعد صلاة صلاة كلاياتكو سكتو فذلك كي ناسي الرباط كي ناسي والرباط وسدين واردين أي مسلمين تعدوا كواردين أي فذلك كي ناسي الرباط وأجر كرباطك دتك فرنت جوجة عدوا مسلمين تكد دفاع أي كي ناسي الرباط والرباطك نين أدمرتين نين كب دفاع أي فرنت عدوية رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفته إن الرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي رسولك وحولي قال وحولي كفارة المرتي كمرتي كفارة الخطايا جففك كفارة ديس كفارة الخطايا يعني هي ذنوبته أدق شيء وحلاقة دافع يا ها وحوي إسباغ الوضوء ويسدي الضميسترتو على المكاره حلقة قبوة هدتك بيها نعيان وينترك وإعمال الأقدام إن عجيه أقعده إلى المساجد مساجك إن أتقبض سيسو أو أطلق يسون مساجك كما عدا أدو وانتظار الصلاة صلاة دي إن أتسكتو بعد الصلاة الصلاة دي كله كسكتو حديث كنا مضى وحتجي باب كي أفراد طهارة أين كسومري الترتيب في الوضوء أين كسومري حديث كلاست حبقول كويتون رواه ابن ماجه أيضا وحوري من حديث أبي سعيد الخدري إلا أنه قال وحوري ألا أدلكم ما يدنتسى الرسول كيدي على ما شيء ما يدنتسى يكفر الله ألا وكرع في به كابة الخضايا جففك ويرفع ككريلي به كابة درجات قالوا حين بلا يا رسول الله أن تصحى فذكروا حديثك وشاقي ورواه ابن حبان في صحيح من حديث جابر وعنده هو صحيح لغيره نبي قال ادلكم انتسا
على ما شيء يمحو الله ولا كتر ترى به سجى الخدايا جففكي أو يكفر وكل في به سجى الذنوب سيأتي بتمامه وعمدنا هنا الله لا تنترطيب في انتظار صلاة وهي حديث كستحبول صحيحته وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إسباغ الوضوء ويصدر دميسرة في المكاره مركة قبو قتل لغا بغيو وإعمال الأقدامي عقي الله قادو إلى المساجد مساجد ده وانتظار الصلاة صلاة دي ولسوغو بعد صلاة صلاة كلا مساجد كالوسوغا ها وتغسل وحي دقيسا وحصب الخدايا قففكي غسلا دقد دنوب تلو بيليك هكا دقيا روح يعلى وبزار وبسناد صحيح مضى وصعدي حديث مارتي بابكي أفراد لا تضوض الترقيم في الوضوء بين كتوب مرة حديث كان كلي صدح بقول يا فريطه صحيح أنا بيرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قوحوري من قدى قفك وكلها إلى المسجد من قدى قفك كلها أو راحة أما قلب عرابة مركي هرى لفتي حديث كاوين صومر لفتي بان خلديو وحنكوري مارتي من راحة إلى المسجد قفكي كلها باني راح رواحه وقلن كدموي مرك لفتي هرى وانك عدور دارنا يعني سبق لسان به من قدى باكل هذا معناها وحن صومر الحديث هرورنا يا من راحة إلى المسجد نيكا كوكالاب عرابوي انتا صحيبا هدنا كنغضون نيكا كوكالا لكن رواح وحوي وقلين دباتك صوت كلا صعودو قداغنا وحوي قدانا وكلا هذا لكلاه لذلك النبي يقول من قدا قفك كوكالا إلى المسجد المساجد قفك كوكالا أو راحة أما كوكالاب عرابة واكو أعد الله ولا وحود ديار قريا لهك في الجنة الجنة وحود ديار قريا نزلا سودوين كلما مركزته قدا وكله أو راح أو كسر قلب عراب أو كقلب عراب رواه البخاري ومسلم وغيرهما حديث ككلاس تحبوليه شنيتون عن بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري وصيح لغيره بشر المشائين نبي محمد واحد بشارسة كوا قصة عناية في الظلم قد عرضة إلى المساجد المساجد كوصل عناية واحد ود عيسى ود بشارسة بالنور النور أو نور كيو تام تام كاه يوم القيامة رواه أبي داود والترمذي وقال حديث غريب قال حافظ عبد العليم وحوري منذر رحمة الله عليه ورجاله ورجال إسناد مرتي ورجال إسناده إسناد كان رجاشي ثقات ثقوية صحيح لغيرك كان كلوية نستحبه لحيطان ورواه ابن ماجه باللفته من حديث أنس وعن أبي هريرة حديث كحي رضي الله عنه إسناد صحيح لغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجري إن الله إلهي لا يضيء إلهي وغوف تيميا للذين كوي يتخللون أسود سايا كيمها يجريها دحدو ذاك سود سايا أو سود سايا إلى المساجد مساجد دين الصلاة دي جماعة دي مادان إلى هاي ووقف تيمنا يا في الظلم مجديدة بالنور مجديدة أي ووقف تيمنا يا بالنور النور صادع يعني النور مرتي افتيما يا أي إلى هاي ووقف تيم مرتي ومرتي ومرتي وكلمنا يا الذين كوي يتخللون سود سايا إلى المساجد مساجد كوي سود سايا في الظلم يقول عرضة إلى هو حقوق المياه بالنور النور أو صادق إفتيما يوم القيامة أنت روح دبراني في الأوسط بسناد الحسن حديثك كلا عن أبي الدرداء عويم ربال نجري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي من مشى قفك الصعودة في ظلمة ليلة هبينك مقدقيس إلى المسجد مساجك قفك مارتي هبينك مقدقيس مارتي سوء هذا كل ما عزة إلهي عز الله وجل ويناي بالنور بو كل ما يوم القيامة ما نتقي من نور بوصية رواه الدبراني في الكبير بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه واللفتي سنوحها قال من مشى قفك صعده في ظلمة الليلة في ظلمة الليلة هبينك مقدق قفك صعده إلى المساجد المساجد ذو صعده أطاه الله ألا وصية نورا بوصية يوم القيامة حديثك كلا صدح بقول سهلته عن سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول كوحر صلى الله عليه وسلم ليبشر أبو شارب ليلة المشاؤون كو صعده في الظلم هبينك مقدق كو صعده إلى المساجد المساجد ذا بنور نقود عي أو نور مارتي وجب شارع نور كو الطائم عندما يستر يوم القيامة أنت قيام الله سيو رواه ابن ماجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظ له والحاكم حيري قال صحيح على شرد الشيخين بني كذا قال قال الحافظ حيري وقد روي وحل وري هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وابي سعيد الخضري والثيد بن حارثة وعائشة وغيرهم بالجوري صدح بقول الله باتن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري من خرج قف كبحة من بيته قري سكبحة متظاهرا يسوي طهارة قاطيو يعني يسوي سيستي إلى صلاة المكتوبة صلاة واجب قف كوصبحة فأجره كأبالكيس كأجر الحاج وسيدي نكي ما تأجرك
نكي حاج جها المحرمي حاج صوح دي أيوة جركي سنغني يقف كصلاة مساجد هذه وقف حاج صوح دي ومن خرج نك أبحى إلى تسبيح الضحى إنه صلاة الضحى سوت كذا صلاة الضحى برقدة لا تكذاي نك أبحى لا ينسبه أنا يساق حين إلا إياه مرتي مرتي يعني صلاة الضحى سوت كنا هي مويان وحكى لهم مصابحا هرالي هذا وعيري ومن خرج قفكي صابحي إلى التسبيح مرتي إنه صو مرتي إلى التسبيح الضحى إنه صو مرتي الضحى تسبيح ده أما صلاة سنة الضحى أي سنة الضحى واللوجي ده إنك دوني إنه سوت كده لا ينسبه أني صور دقاتين إلا إياه تامو يعني صلاة الضحى ودوني مساجك إنه سوت الضحى يستو فأجره كابال كيسو كأجر المعتمري معتمري وأنين سدي عمرؤك لآذي وصلاة على أثر وثلاث صلاة أو على أثر صلاة صلاة يعني هي صلاة كحدة وصلاة إنك صلاة كذا على أثر صلاة 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 كحسيه ظهر بو مساجد كتشوي عصر بو كتشوي مغرب بو كتشوي إلا عشة صلاة دي بو صلاة بس صلاة كده بيسين أي مساجد كتشوي صلاة هصو لا لغو بينهما حين كاتب أي مكتوب كاسوا مد لغو قري في العلي كو عليينت عليينتو وكو سرية أهل الجنة أي مقعيس لغو قري كاتب أي مكتوب وامد لغو قري في العليين عليينت لغو قري مقعيس رواه أبي داود من طريق قاسم بن عبد الرحمن إمام الباهلي التصبيح الضحى يريد صلاة الضحى وكل صلاة صلاة كستو يتضوع تضوع بها يضا فهي تسبيحة وتسبيح أو صبحة وهي صلاتها سنة أنا صبح على هذا أما تسبيح على هذا قوله لا ينسبه مرتي أي لا يتبعه أنا سوك عينين لا يتبعه ولا مرتي ولا يسجده أنا سوك عينين إلا ذلك صلاة دامو يعني وحكة لمرتي إن كان ضبط كما وضع والنصب بفتح النون وصاد المهملة جميعا وهو تعب قفك يعني أنا سوك عينين دالا يمعنى عبادة دراد سو دالا صحيح هو يحسس سلاح بغلي كويلاتا عنه ردي عنه سحابي جاهري أيه اللجوري سحابي جاهري حديث كوابي أمامه أيه اللجوري أنا رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم قال وحري ثلاث صدح قف كلهم دمانت وضامن أي مضمون وقار للضمان قاضي على الله إلهي جودكيس صدح قف إلهي وح على روح السميان إلهي بأمارة الضمان قاضي وياه إن عاش هدو قف كاسين ولاده أمارة رزق ولا رساقة هو كف إلهي بكف الله صدح ذا قف وإن مات هدو لنتنا أدخله الله إلى اللوح قليا الجنة الجنة صدح لاقف واسدح ذي من قفك دخل قلي بيته قرقيس وفصلما إهل كيسب سلاما قف مر قرقيس صقل إهل كسوين سلاما سلام عليكم ورحمة الله فهو كاسي طامن أي مطمون ومدل ضمان قاضي على الله إله يقود كيسا ومن خرج كلبان وحوي ننكي بحي إلى المسجد مساجدك فهو يساق طامن أي مضمون ومدل ضمان قاضي على الله إله يقود ضمان قاضي أجرك أوه ومن كسد حنا وحوي ومن خرج كي بحوي في سبيل الله جدك إلهي ما أي مجاهد بحي فهو كاسنا ضامن أي مضمون هو من مرتي مرتي ومن لقد ما نقاضي فهو ضامن على الله يعني أي مضمون على الله إلهي جود كيسة أي الله ضمان قاضي أجر كيسة إيو وخير إلهي رواه أبي داود ومن حبان في صحيحه ويأتي ومنيا أحاديث سبايمني من هذا النوع كتاب الجهاد أيكو من ضوانائي وغيره إن شاء الله تعالى حديث كالله وحسن ويهي وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من توضى قفك ويسيس في بيته قريسك ويسيس فأحسنها جاتي الوضوء ويسده ثم أتى المسجد مساجك يمادا فهو كاسي زائر الله نكي أنت سوي سيستم مساجك يمي إلهي بصابق ذي فهو زائر الله ألا يصابق ذي وحق وحق أخ أو إلهي سكو واجبي على المزوري إلهي إلا صابق ذي وحواجب وإلهي سكو واجبية حق حق ويساساريوي على المزوري كي لزوز يرتيو الله أي وحي سكو واجبية أن يكرم إنو كراميه الزائرة نكن سوز يرتي إلهي بامارتي بلنقاضي إنو كراميه رواه الدبراني في الكبير بإسنادين اللي بس ندبكوري أحدهم متكي جيد وي حديث كلاوة صحيح لابا بقول صدن يمارتي لابا تنية صدح رواه البيخي نحوه موقوفا حديث موقوفا على أصحاب رسول الله كم موقوف أبو صوصري بإسناد صحيح حديثك كلا وصحيح سقنا عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري أحب البلاد إلى الله إلى هي ملك وجوش عليه تعالى كري ألا وجوش عليه مساجدها مساجد أي وجوش عليه وأبغض البلاد ملك ألا وجن عبي هنا إلى الله إلا أمر تحق اللي وجن عبيه وأسواقها صغيرة يتي شركة ذكى جن عسان يسي يا خمردي يا الربدي يا مصيبدي يا دلكي يا دل أنتي يا لواتكي قرنا دم بسوق يلا خير دم من مساجد يلا مرك من إلهي وجوش عل من إلهي وجن عبي رواه مسلم باوري حديث حسن وصحيح وحويه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه بن نوفل أن رجلا نبا قال يمي قال يلي يا رسول الله رسولك إلهي أي بلد أحب إلى الله إلهي دلكيبو وجعليه دلكيه وأي بلد وأي بلدان دلكيبو إلى أمرتي أي بلدان خرطة له أن رجلا نبا قال يلي يا رسول الله رسولك إلهي أي بلدان دلالك وجمع بلدان دلالك بلد ما هو بلدان أي بلدان دلالك كيبا أحب لو قلت علي إلى الله إلهي حقيس وأي بلدان كان كيبال لو قلن أبقض لو قلن عبيه إلى الله قال النبي بوجه لا أدري قرن مايو حتى أسأل جبريل عن جبريل ويديو فأتاه حويمي هو النبي جبريل فأخبره النبي وحوه جبريل وحوه ورمي وحوري إن أحسن البقاع قلك بقعدها إلهي ماش وقفي عن إلى الله إلا حقيسة يقال لو قلت عليه المساجد المساجد ويه وأبقض البقاع بقعدها إلى هدلك وقن عبيه إلى الله يلا إنتي كالوقن عينا على الصواق والصوغة ديوي رواه أحمد البزار واللفظ الله أبو يعلى والحاكم قال سيد مرتي وصحيح الإسناد بحديث كاسنين كان نوح بابيه الترقيب تعليسين الاستعليسي في اللصوم المساجد مساجد ده إلا لازمه يقول جلوس فيها المساجد الله فرده أنا رضي الله عنه قال سمعت رسولك عن كم يقول سواله سبعة تضبع يضلهم الله إلى هبا وهرية في دله هركيس أيوه هرية يوم مرت مال والله دل هرشرين إلا دل هركيس مويانه هركا سنة وهركا عرشها هركا يعني ما أنت قيامة إلى هدد عرشك سو هرينا يا رواية مرت حديث الصدقة أي قصة أنت هاي وأنا سأل علامة البني محققين تو هركنين وهرك إلى عرشك سيهاي أي كانن حديثنا كو كانن الإمام إن تضوضن إلى هاي وهرينا يا هركا عرشك لو هرينا يا وحويان كو هرية الإمام عادل وإمام عادلة ودتك سوء عدالة سمية أن كرفشان يدي باتاقونين كالباد واشابون لن يروي نشع كبر بارتي في عبادة الله إله عبادة عز وجل قف لن يروي عبادة الله كبر بارتي كالبادنا كصدحادنا ورجل نوي قلبه قلب جيسو معلق وكحرين بالمساجد كصدحادنا ورجل نو قلبه قلب جيسو معلق وكحرين بالمساجد سأذان كي بسوية خير كي بسوية كأفراد ورجلان اللبن نويو تحابا في الله إلهي درتي سوچ على هذا اجتمع ويكو كرتغان على ذلك التعيلك أيانو اللي بكو ننتي وتفرقا عليه ويكو كرتغان كشان أنه حوي ورجل نوي دعاده أيو يارتي امرأة قبر قروح بنباو يارتي ذات منصب قبر منصب صاحبه مدحوين دلي أما تاجر دلي أو قروح بدن ونوي اللي بكو عليه باو يارتي وجمال آدنا وقروح بدن يعني سلبرتيه فقال وحي لي مركي ويارتي إني أنا أخاف الله ربي ما كبغيا كالليح كتضبات ورجل نوي تصدق صدقيستي بصدقة فأخفاها وغري حتى يلا تعلم أني أغانين شماله بدحديس إلا أني أغانين بدحديس مي أغانين ما وحي تنفقه أي بحينيسو يمينه مدك تيسو بدحدي مي أغانين وحي مدك تبحينيسي قرين وغري درادد ورجل نكا تضبات كاسكي لحد بوعي ورجل نينك تضبادو حوي رجل نوي ذكر الله الله حسي خالي نسوع إلا تشوغا سيكون عدي إلا تشوغين بو الله حصوصتي ويندي سي عدمي دي سو ففادت وحا صوبرغتي عينه لبدين سيدوت رواه مسلم رواه بخاري ومسلم وغيرهما با حديث تنورسي وعن أبي هريرة رضي الله عنه نبي قوحو يلي ما مرتي ما توضن رجل وحاتر هذا ما توضن عليه ما توطن مدقو رجل المساجد المساجدك وضن إيان ميل ديغانا كما سميستو لسلاتي سيو سلاتي قدتو كدو يو الذكري إنو الله كحسو مساجدك يعني ديغان وغمدكتو إلا تبش بشا وحا كفرحا الله ألا أيا كفرحا تعالى كري يهي باسودو ويو كفرحا كما يتبش بشو سيدو وغفرحو أهل القائبي
dadkii maxaan ku dhahdaa uu ka maqnaa qof siday ugu farxaan biqaa'ibihim koodii ka maqnaa idaa qadima markuu yimaado calayhim iyaga uu yimaado dadkii laga maqnaa dadkii ka maqnaa siday usoo dhoweeyaan ee ani muddadays rag siday ugu farxaan buu ilaahay addoonkiisa ugu farxaa macnaha masaajidka degaya deegaanka u noqonaya siduu ilaahay u xuso oo salaad u tukado warawaahu ibnu abi shayba iyo ibnu maaja soo saaray ibnu khuseyma wabni xibaan fi saxiixihima ani ibnu khuseymiy ibnu xibaan iyo ibnu khuseymana labadooda saxiixbay kusoo saareen walxaakimu xaakimna uu soo saaray oo qaala wuxuu ihi saxiixun buu xadiiskan yahay calaa shardi sheekhayn labada sheekh shardigoodii buu maaratay ayuu kusoo saaray waa fii riwaayati ibnu khuseyma riwaayada ibnu khuseyma qaala wuxuu yihi ibnu khuseyma maa min rajulin majiro maa min rajulin ma jira nin kaana maaratay tawadana degaya almasaajida masaajidka deegaanka dhiganaya oo fashaqalahu uu mashquulinayo amrun amar uu mashquulinayo aw cilatun cillo intay mashquuliso masaajidka caada kusoo laabanaya ilaa maa kaana masaajidkii uu jeclaa ili qalbigiisa mucallaq u ah masaajidka ilaa yatabashbashu ilaa hadduu jiro yatabashbashu allahu alle wuu ku farxaa ilayhi ninkaa xaggiisa kamaa yatabashbashu siduu ugu farxo alle siday ugu farxaan dhe ahlulqaa'ibi dadkii ay xisu ahaayeen cid ninkii maqnaa biqaa'ibihim koodii maqnaa siday ugu farxaan idaa qadima markuu u yimaado ayaa maaratay ilaahayna addoonkiisa masaajkii ugu yimi uu ilaahay ugu farxaa waan cabdillahi ibnu camar ibnu caas radi allahu canhuma can rasuuli illahi sala allah slam qaal rasuulku wuxuu yidhi wa xasanu liqayri xadiiske sittu majaalis lix majlis he almuminu muminkii daaminun wax ay madmuun waa mid loo damaano qaaday cala llahi ilaahay guudkiisa macnaha qofka lix majlis maaratay ajar ka shaqaysta ilaahay baa qofkaa u damaano qaaday tacaala ku reeyi maa kaana ma ahaado fii shayin shay oo minhaa lixdaa majlis ka mid ah ilaa ilaahay baa ajarka siiya oo u haya sida baanka lacagta aynu dhiganno ayuu ilaahay maaratay sida baanka ayuu kugu damaano qaaday ajarkii fii masjidi jamaaca nin baa masaajidka jamaacada ayuun buu joogaa ilaahay baa u damaano qaaday ajarkii wa cinda mariidin nin baa qof xanuunsanaya soo booqanaya ilaahay baa ajarkiisa u damaano qaada aw fii janaasatin nin qofkii dhintay buu janaasadii aaskeedii ka qayb gelaya ilaahay baa u damaano qaada aw fii beytihi isagoo suuqa iyo xumaanta diidaya buu isagoo iska yaraynaya ilaahay baa u damaano qaada khayrka aw cinda imaamin muqsidin wuxuu la joogaa imaam cadaalad badanoo yucasiruhu isagii baa la tacsiiraya oo la odhanaya maaratay yani dembi lagu soogaya wa yuwaqiruhu isaguna imaamkiisii buu weyneynaya oo maaratay kaasna waxa weeye ilaahay baa ajarka u damaan qaada aw fii mashhadi jihaadin maya jihaadkii buu ka qayb gelaya kaana lixdaa majliska lixaadi ilaahay baa u damaano qaaday ajarkiisa rawahu dabarayni fi lkabiiri walbasaar walaysa isnaaduhu bidaak sanadku xadiiska basaarmaadka laakin ruuya min xadiisi macaad baa la wariyey oo shaahid u ah biisnaadin saxiix baa la wariyey wayatii fi ljihaad buu iman doonaa xadiiskaasi iyo wakayru insha allahu tacaala xadkana waa xasanu saxiix weeye can abi hurera radi allahu canhu can nabiy sal ala slam qaala rasuulku wuxuu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi ina lilmasaajidi masaajiddu waxay leeyihiin awtaadan awtaad macnaha masaajidadu waxay leeyihiin dad awtaada ruwaad awtaad macnaha awtaada waxaa la yidhahdaa waa dad maaratay saalixiina oo yanihi maaratay awtaad awtaada asalkeeda luqada carabi waxa la yidhahdaa waa qofka yajlisu fii beytihi tafaadiyan lishaq maya kaas waa ka labaad yacni hum ruwaad maaratay waa ruwaaduhaa masaajidad waxay leedahay cid ruwaada oo macnaha awtaad waaweyn oo marka iyagii la arkaba masaajidkii la xasuusanaya waxaa jira qof marku kaa hor yimaado aad masaajidkii xasuusato qof marku kaa hor yimaado aad qur-aankii xasuusato qof marku ka waa rabbaani marka nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam ina lilmasaajidi masaajidu waxay leeyihiin awtaadan dad awtaadoon ka tegin oo marka la arkay isagii ayaa masaajidkii la xasuusanaya markaad masaajidka aragtana ninkii baad xasuusanaysaa waa kow awtaad baa la yidhahdaa waxa weeyaan ina lilmasaajidi awtaadan almalaa'ikatu malaa'igta baa ah julasaa'ahum awtaada masaajidada ku negaata malaa'igtaa la fadhiisata almalaa'ikatu julasaa'ahum in qaabu qofkii masaajidka awtaada ka ahaa hadduu maqnaado he
يفتقدونهم كوا سوايو رادنيا يفتقدونهم تفقد بي سمنعي يفتقدونهم ملايكة ونصور حقوق قفت ورميو حانو صدق وإن مريدو هداي بكوداننا مركي وايان أي ملايكة وقاتو عادوهم ويصوبوا غنيان وأدت كي مساج كان كتك يتشير ملايكة وصوبوا غنيسا وإن كانوا هديهين في حاجة هداي حاجة إيو وحب أهدان وقفكي أولي بعد توضي أهل مساج كها إلهي ببريا ملايكة بقال لو سوى دوبي يايو أعانوهم ملايكة وكالمينيسا اللي وقف إلهي سر له مركو إلهي بريا مركيبا والله سيني وحدونا ثم قال وحوري جليس المجلس نينك مساجد كفرديا على ثلاثة خصال صدح أموراد أينبو هلي يايو صدح أموراد من دقنية وددك مساجد كاللازمة أخ مستفاد يعني ولال أو مستفاد يعني وحفايدين هي مساجد كي وحبو آخري تدكيبو آخري ووعدي يعني مارتي مساجد خير بولتشوغا أو كلمة مارتي أو كلمة مارتي مارتي أو كلمة مارتي حكمة كلمة حكمة أبو كهدلي أو خير بمارتي شقيسا أو رحمة منتظرة أما هو الرحمة يعني أو رحمة منتظرة جلس المساجد على ثلاثة خصال منك مساجد كفرديستا صدح خصل الوضع أجربوها مدي وحوية أخ مستفاد وي وايه يعني قف أخ مستفادة ويانو يعني مارتي فائدة داس أي أجر كيدي هليه أو كلمة حكمة كلمة حكمة الله بوكوها الله يا مركم مساج كتشوه أو رحمة منتظرة أمر رحمة بسوق يا وينا أجر بوكي لي وحصولا رواه أحمد من رواية من اللهيعة ورواه الحاكم من حديث عبد مرتي عبد الله بن سلام دون قوله جليس المسجد إلى آخره فإنه ليس في مرتي ليس موهان في أصل أصل كيكا وعلي يعني حديث كان حاكم باوري سوى عبد الله بن سلام وريي لكن قول كأه جليس المسجد كمجره إلى آخره فإنه ليس في أصلي أصل كيس مرتي كاسك مجره وقال وحوري صحيح هو حديثك على شرطهما بخاري مسلم شرط قد الوري موقوفا سوى حديثك موقوفة الله مستعان حديثك قلت وحنكوري ولفته لفت كيس حديث مرتي حديثه حديث كاسي وحوي رسولك وعيري إن للمساجد مساجد أوتادا دد أوتاد لا يوم مساجدك أن كتجن أي مرتي مساجد الله هاي هم يجو أوتادها هم يجو ها أوتادها إن للمساجد أوتادا بوصغنو هم يجو أوتادها وأوتادي مرتي مساجدك أوتادي دي وي أوتادها لهم وحي إليهن أوتادا مساجدك أنا لقوايني يعني كنت كذا لهم جلساء إليهن من الملائكة ملائكة الله فرستي إليهن ويجو أنا أركين لكن إلهي أركيو أو كالمين هي فإن قابوا هدي ويدي وهيان ملائكتي سألوا ويديني عنهم ملائكتي كلي ويديني الورهبل مساجدك وكم غيان يا أركي والله سعيد درنا يا ملائكة سعيد درنا وإن كانوا هديهن مركا مرضى إني حنون صدين هدي الجو قادو عادوهم ملاكتي بصوب وغنسة وإن كانوا هديهين في حاجة قار حاجة يهول باهن مساجكي لبعتو دراديد ويمن كرواي مرتي أعانوهم ملاكتي بوك هالمينسة إلهي بصودرة وعنا بيدا درد الله عنه قال سمعت رسولكم عن كم غلبوا يقول سواله المسجد مساجدكو بيت كل تقي قفك استو تقيا قرقي سوى مساجك برسول كولي رواه الدوراني في الكبير والأوسط والبزار وقال إسناده حسن وهو كما قال رحمه الله تعالى وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا حديث إن شئنا قارهين باكسوغا تأتي في انتدار الصلاة أي منسى إن شاء الله تعالى ويكمن دونتا وكتاب صلاة ولوكوش الرأي باب كوبية النادوية الترقيب من تيان المسجد مساجك أو الاستعلاسيين اللي يمادو لمن أكل يعني الترهيب ده الترهيب عبسيقلين ليس كعبسيقلي من تيان المسجد مساجك اللي يمادو أو يمادو أيو لمن عدي أكل عنتي بصلا بصل أو ثوما ثون عنتي أو كراثا وبصل بار يعني وبصل شباركة أي كراث ليلة هذا لمن أكل بصلا إنك بصل عني أو ثوما ثوم عني أو كراثا بصل بار عني أو فجلا فجلقو وقيد يرو إسناء بقوشة كمد هو ريدش بلد على لغة إنجليزية ريدش يعني مالها وبالك يري كوسكوسانة عسعس قدودك ريدش أي الله هذا فجلا اسنا أربولي أركلبولي هابولي ونحو ذلك ومما الله وحي أصغنا ذي رائحة رائحة أرؤو كريهة درن حديث كصدح بقوله كوي صدن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي من أكل قفك عنا من هذه شجر درت ننك وحك عنا يعني ثوما ننك طون عنا أو درتا كمدة فلا يقربنا يانو سودوان سودوان مسجدنا مساجك يوسودوان النبي قولي
رواه البخاري ومسلم، وفي مرتي وفي رواية مسلم، وفي رواية الرواية اللي مسلم مسلم نعطي واحد لهذا، فلا يقربن يا نسودوان مساجدنا مسجد هذا هدو قف بطوني بصل يو كراس يو بال كلا فجل قعنو، وفي رواية لهما فلا يأتين يا إيمان المساجد مسجد هذا، وفي رواية لأبي داود من أكل ننك عنا من هذه شجرة درتا فلا يقربن يا نسودوان المساجد مسجد هذا يا نسودوان. وعن الله أقول جماعة دني بعده، وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي النبي قعيد من أكل قفك عنا من هذه شجرة درتا قفك وحك عنا فلا يقربن يا نسودوان مساجد كيغا ولا يصلينا يانو نلتكن معنا قرقي ساكوتو كذو. رواه البخاري ومسلم. أعذار الجماعة حيابها عذر دارك الجماعة يكمدهين قفك كورن سيجار عبي اما خمر اوريا مارت قفك ويسي مارت قبيسنا هين اللي تتكحن لو حاصلن المها بونا انو قفك نضافة افك اي نلوش يجرك وكود دالو او اسكي الاليو محال الى هذا وحيابها كسو اوريا ايا وناكسن هديك لي دنبي بوش غيسنا يا هلكو خير كشغيسن لها. رواه البخاري ومسلم. حديثنا هو صحيح وراه الدبراني ولفت ولفت الدبراني وحيد قال النبي إياكم وحيدين كلا دقا يو هاتين لبدا أو بغلتين بقوشا يعني درتا أرتا أدقله بصاشا إيا تونتا إيا كراتك إيا فجلك وحصنا ما بقول لهذا مركا إياكم وحيدين كلا دقا هاتين لبدا البغلتين لبدا قيدا مارت لبدا بغل كلا يقانو المنتنتين أرايا واكو أنت أكلهما إنا عنتان باني دين كدقة يا مركا صلاة الجماعة دي من إنسان أو وتدخلوا أسوق عشان مركا أنت أسوق عنتان مساجدنا مساجدنا فإن كنتم هدية تهين لابد قارن كم أرمينين أكل أكلهما لابد عندو هدية كم أرمينين فاقتلوهما كدلا مارت بالنار النار تأكو كرين إنسان قتلا دلت أو بصش إيو حانكرا تونتا مركا سوق هذا إيو عنتان كوسا إنسان إنسان dab adag adag ku gubo oo marka cuntaan weynaa wax uriin ka soo martay urin. Xadiiska kale aan Jaabir radiyallahu anhu ma qaal nabi wuxuu yiri mana kala basalan ninka basal cuna oo soo manton cuna fali yaatasilna ha ka dheerada masajidkayga aw liyaata aw fali yaatasil ka dheerana ha ka dheerada masajidina masajideena wal yaqud ha fariisabu nabi guri sallallahu alayhi wasallam ha sallallahu alayhi wasallam wal yaqud ninkaasi ha fariisto maxay ha fariisto mana kala basalan oo soo man fali yaatasilna ha naga dheerado وليعتسل كدير هذا مساجدنا مساجدنا كدير هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وليعقد هيس كفر يستو في بيت يقول يسوس جماعة هذا كنت كده. رواه البخاري وفك عنا البصل بصل أو ثوم طن عنا والكراثة بصل بارت عنا فلا يقربنا يا نسودوان مسجدنا مساج كيجا فإن الملائكة ملائكة محايلة تتأدى وحي كل بعد مضتا مما وحي يتأدى كل بعد مطان منه كبنو آدم بني آدمك يعني اسكدا بني ادم كان اوسو اوريسو حتى ملائكتي خيرك كو قوري لهيد با قفكي كو دباته مدنيسا marka lama ogola in qof wax ka sawraan wasabtu in cadeega iyo mowqifki diinta aynu ka soo aragnay rasuulku inuu inda wudu iyo inda sala iyo inda dahara iyo inda marti dukhulul bayt inuu mar walba nabigu cadeen jiray wanaha rasuulullaahi rasuulku nahiyay aan akli albasal basashi in la cuno yawal kurathi basal barti وفقلبتنا وحنا قال انه قتبه انسحابته الحاجه باهدي انو قبني ان عنه وفاكلنا وان عنا منها وفقال النبي جيبا مركه انت نغا اوريي با وخر منا كلا قفك عنا من هذه شجره جيدن قفكي عنا الخبيثه تجدنا وناكسنا ارت حله فلا يقربنا يا نسو دوان مسجدنا مساجدنا فان الملائكه تمحي الملائكه تتاذى ويكون دباته مدنسا مما يتاذى وحي كو دباته متن من حقيس الناس حديث كله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله رسولك إلهي باكتي صلى الله شاقي الثوم وحا لغا شاقي بصشي يو البص الثوم طونتي يو البصل وبصشي يو الكراث وبصل باركي بها لغا شاقي وقيل وحنا ليا رسول الله رسولك إلهي وأشد ذلك توقدرني وحوي كله الثوم الثوم تويياني يعني باشا محانكو لذا طونت اللي داوي يعني أفتحرمه ميادنا كحرمه يسا وحن أرتله فقال رسولك صلى الله عليه وسلم كلوا عنا أنو إذن كحرمي ما إيه وحلال لكن وحر من أكله قفك عنا تونتا هي بسشا هي بسربالتا من أكل قفك عنا منك وإذا كيد كمدي فلا يغرب يا نسو دواني ما ننتو عنا هذا ك هذا المسجد مساجك يا نوغو إيمان لأن الصلاة ضدتكني وحكسو أوران أما ملايكتو يكود باتمضى تلا دوني مايو حتى يذهب إلا وكتق ريحه أرتيس من حقي سيكتقان يو مساجك إيمان. رواه ابن خزيمة في صحيح البخاري حديث كلاوة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس عمر بن الخطاب وخطبيه
عمر بن الخطاب خطبيه يوم الجمعه مال الجمعه، وفقال وحكوري عمر بن الخطاب في خطبته خطبتي سددك وحكوري ثم انكم اذنكم بوري ايها الناس ددك يو تاكلون وحا عنيسان بوري ها تاكلون ثم انكم ايها الناس ددوا تاكلون وحا عنيسان شجرتين لبقيت با عنيسان لا اراهما لبدا قيد اماركو الا خبيثتين لبقيت وحنحن ماني هذا كان لبدا قيد وامحي هذا لبدا سي البصل مدوا بصل مدنوا الثوم الثوم قد رايت وانا كيبوري رسول الله رسولك الهيو اذا وجد هدو هلو ريحهما ارتود لبدا قيد هدو كهلو من الرجل نينكي هدو كهلو في المسجد مساج كي سو قال اي بسشيه تونتي كسو قران امر وامر جري به نينكا وفوخرج ولا سارجري الى البقيع حبالها بقيع بلو سارجري حقود فمن اكلهما ابو رنجري صحابي كان حديث كورنيا فمن اكلهما نبي وحرنجري فمن احدكي اكلهما عنا تونتا اي بسشا ه فليومتهما هكدلو او او يعني دفي انا كريو رواه مسلم والنسائي وابن ماجه حديث كان كلام صحيح انا قال رسولك وحري من اكل قفك عنا من هذه شجره درتن الثوم الثونت وياني فلا يؤدينا يا مرتي فلا يؤدينا يا نغد من بها جيدهن في مسجدنا مساجدنا هذا كان ينغدب او قراني كسوني رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ولفظ له ابن ماجه اسكله حديث كلام حسن صحيح عن ابي ثعلبه رضي الله عنه ابي ثعلبه الخشني انه غزا وحلد له مع رسول الله رسولك ايو دولان الراعي خيبره مغالده خيبره يهود هيسن جرتي فوجدوا وحي هلين في جنانها بيرها خيبره وحي كهلين بصلا لغو بيري يو ثوما تون لغو بيري وكراثا بصل بار لغو بيري فاكلوا منه صحابه با عمتي وهم يغو جيا ام غاچونايا باي كرسدينو فلما راح الناس مركي ددكي كسو عرابين الى المسجد مساجدك اذا ريح المسجد وابا مساجدك ارتيسيو بصل بصلة يو ثوم طونة الى ددكي با صوعني فقال النبي النبي با وحي صلى الله عليه وسلم من اكل قفك عنا من هذه شجرة درتن الخبيثة ارتحن ليا حنحن فلا يقربنا يونس دوان فذكر الحديث بدوله رواه الطبراني باسناد حسن حديث كلو في مسلم وحا كسو عن حديث سعيد الخدري بنحوه وليس فيه ذكر البصل حديث كامارتي أبي سعيد الخدري بصلكم سجنا وعن حذيفة رضي الله عنه قال رسولك وعيد من تفلا نك كتفة تجاه قبلة قبلة كس مرت قبلة وقابلة قفك مساجدك عن روف كتفة يسقط كنايا أنا قبلة دي بكتفة أما مساجد بكتشر أما جوري سوتشوا مش دونه بهجوجي من تفلا قفك كتفة تجاه القبلة قبلة وسلاة دوت كنايا نك كتفة عن روف جاء وايما دا يوم القيامة ومرت وتفله يسقط فتان كيسنا بين عينيه هرتي سيالة ومن أكل نك عنا من هذه البقلة درتن بقشة بقلاء مرتي بقوشة بقوشة الخبيثة وحن حما مرك بقوشة وجيت كاتون تيو حال را محن كذا باش الله يقنا بصشة إيو كرات كإيو بل مرت يا يلا بق يلا روا بقول هذه البقلة قفك عنا الخبيثة أيام ونكسنين ها فلا يقرون يوسف دوان مساجدنا ثلاثة تحجير بروي أيو ست تحجير منو بكعلي رواه ابن خزيمة في صحيح بحديث الجوري حديث كله ترغيب أن ترغيب النساء دمركين لتشعريسية في صلاة صلاة دين يكتو كدان في بيوتهن قريهود يو اللزومها قريهودين لازمان وترهيبهن دمركين لقع في سجلي من الخروج هنا يكسب حنها قريهود وحيل عن أم حميد وامرأة أبي حميد صحابي جليلة لبس صحابي جليلهان أم حميد يو أبو حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت وأتمي إلى النبي يا رسول الله صحابي داسي إني أنا أحب وحن جعلها صلاة معك إن كلت كذا من جعله قال النبي وحوري قد علمت وأنا جهي أنك هذا تحبيني نتأشعي أنك تحبيني نتأشعي الصلاة معي صلاة اللي تكوني وصلاتك صلاة هذا لكن في بيتك قولي وصلاتك في بيتك قولي صلاة قولي كنت كتو بخيرك هذا خير بدن من صلاتك صلاة هذا هاد كنت كتو في حجرتك قول مرتي قولك سترومك أنا هرددا قولك هرددا با كخير بدن قولك فدغاغا وصلاتك صلاه دا في حجرتك اد غريغاغا فدغيس كتكتو با خير كاغا خير بدن من صلاتك في دارك صلاهت كتكتو يعني دارده غريغاغا اللي غريغي قول هردو لي قول كخيغه او لا فديستو سترومنا ولي هذا نكجدي يا داردي با ايا كسي خيقتا حان كلي marka
qaybta jikada iyo daarada ee daartaada salaadaad ku tukanaa teebaa ka khayr badan, ta sitruumka ka khayr badan. Waa kow waayahay midiba midba kasii khayr badanta. Wa salaatuka fii daarika, salaada aad daartaada ku tukato ha oo yacnii halka kijada iyo daarada gurigaaga salaadaad ku tukato baa khayrun kaaga khayr badan min salaatika salaadaadii fii masjidi qowmika, masaajidka faamiligaaga ay faamiligaagu ku tukadaan gurigaaga gudihiisoo qaybta daarada ah baa kasii khayr badan. Wa salaatuka salaada fii masjidi qowmika, tolkaa masaajidka ay leeyihiin xaafadiina ku yaalla ayaa kaaga khayr badan min salaatika salaada aad ku tukato fii masjidi masaajidkiiga. Soo maro nebiga inaan kula tukada waan jecelay, waad fiicantay buu yidhi, inaad jeceshayna waan ogahay, laakiin adiga dumarha ayaa kuu khayr badan. Waxaa la yidhi guriba guriga uu ka shisheeyo ee ka asturan yahay buu ajar badan yahay. Lidaalika nebigu wuxuu yidhi qolka hurdadaada ayaa ka fiican ka fadhiga, ka fadhigana wuxuu ka fiican yahay kijada iyo daarada. Kijada iyo daaraduna waxay ka fiican tahay masjidka qoomkaaga, masjidka qoomkaagana wuxuu ka fiican yahay masaajidka rasuulka ee salaada lagu tukada ay kun ajar leedahay. Marka gabadha qolkeeda hurdada ayaa ugu fiican kay maarta salaadii ku tukato. Qaala wuxuu yidhi fa amarat, waxay amartay ehelkeedii Abu Xumayd Asaacidi, fa buniya laha, waxaa loo dhisay masjidin meelay ku tukato oo fii aqsaa shayin min beytiha, qolka hurdadeeda meel ka mid a baa masaajid yaray ka samaysatay gurigeeda gudaheeda. Masaajidku waa meel kastoo lagu tukado, maaha masaajid jamaaca, yani makaan ay ku tukato salaada ay gaar u samaysato bay qolkeeda hurdada ka samaysatay. Iyo wa adlamihi, halka ugu madow ee aan cidaarkaynin. Wa kaanat, taas bay tusalli ku tukan jirtay fiihi, meeshaas ay ku tukan jirtay, xataa iyo laqiyat illaha, ilaa Allah ay la kulantay caza wajal, ballantii rasuulkii fulis sallallahu alayhi wasallam. Warawaha axmed ibnu khuseyma ibnu xibaan fii saxiixihima, wabawaba calayhi, waxa baabaystay ibnu khuseyma baabu ikhtiyaari salaati almar'ah, wuxuu baabeeyey gabadha salaadeedii inay u doorato fii xujratiha, maratay qolkeeda meesha ani sitrumkeeda, calaa salaatiha fii daariha, inay maxaan guhahdaa xujradu iyo fadhigu ka fiican yahay kijada iyo daarada hore. Wa salaatuhaa fii masjidi qowmiha, daaraduna inay ka fiican tahay iyo kijadeedu masaajidka qoomkeeda, calaa salaatiha masaajidka qoomkeeduna uu ka fiican yahay, calaa salaatiha fii masjidi nabiy, masaajidka nabiga inay ku tukato inuu kasii fiican yahay. Wa in kaanat salaatu fii masjidi nabiy, waxaana maratay wa in kaanat, haba ahaato salaatu fii masjidi nabiy, masaajidka rasuulka salaada lagu tukada ajarkeedu ha ahaato, tacdilu mid u dhigantaba ha noqotee, alfa salaatin, kun salaadood, oo fii qayrihi, marka loo eego masaajidada kale, min almasaajid qayrihi, waxaan masaajidka rasuulka ahayn oo min almasaajidi, marka laga reebo masaajidka kacbada iyo ka baytulmaqdis, inta kale kun salaadood buu dhigmaa masaajidka rasuulka. Wadaliilu, iyo daliilkii calaa an salaatu fii masjidi, masaajidkayga salaada lagu tukado haadaakan baa ayaa afdalu, wuxuu maaratay salaada masaajidkayga lagu tukada waxay ka fadli badan tahay, min alfi salaatin, kun salaado, fiimaa siwaahu, wixii kasoo hadhay oo min almasaajidi, masaajida maaratay masaajidka rasuulka wixii aan ahayn, kun salaadood baa masaajidka rasuulka u dhigmaa marka laga reebo kacbada iyo masjidka baytulmaqdis. Inamaa araada bihi, nebigu wuxun buu doonayaa inuu u sheego, inamaa araada, wuxuu la doonay bihi salaatu rijaali, salaada rijaasha baa loo jeedaa, ayaa masaajidka rasuulku kun salaadoodii, ka baytulmaqdisna 500 salaadoodii, ka makina 500 salaadoodii, waa ragga. Ama duuna salaati nisaa, dumarka maxaa waajir badan? Gurigeeda meesha ugu asturan baa waajir badan. Gurigeeda waxaa ku siixiga fadhiga, fadhiga waxaa ku siixiga daarada iyo kijada, daarada iyo kijada masjidka qoomkeeda, masjidka qoomkeeda ayaa marka ayaa ajarkeedu kii maartay masaajidka rasuulka uu marka ku xiga. Hadaa kalaamu, kani waa kalaamkiisii ninkaa baabaystay. Xadiiska kale can Musalama radiallahu anha can rasuulillahi sal alla slam qaala, Musalama waxay tiri khayru masaajidi nisaa'i, dumarka masaajid ay ku tukadaan waxaa ugu khayr badan hee qacru beytihinna, qacru beytihinna, guryahooda guntiisa, yani qolka hurdadaada ugu shisheeya salaadaad ku tukato baa ugu khayr badan. Rawahu axmed wadabaraniyo fi lkabiir wa fii isnaadihi ibn lahiica, warawahu ibnu khuseyma fii saxiixi walxaakim min dariiqi daraaj ibnu samx can saayib wa mowla umu salama radiallahu canha
وقال ابن حسين وحوري لا أعرف صائبة صائب كاسو مولي ابن سلمة وقرن ما يمولى أم سلمة وياني بعدالة إنه عادل هي يا ولا جرح إن لا دواعتنا وقرن ما وقال الحاكم حوري صحيح الإسناد وهي هي حديث كلا حير بين أور حس بين أوري وعنها قال ذو حيتر أم سلمة قال رسولك وحوري صلاة المرأة حاسك قبل الدمر كا صلاة في بيتها جرجي إذا كسكن يعني صلاة دي جرجي إذا كتكتو باخير نوغا خير بدن من صلاتها صلاه دي كتكتو في حجرتها فدغ الله فديستو يعني قولك هردده ايا اوغا فيعان فدغ هوره واكو وصلاتها في حجرتها صلاه دي فدغيده كتكتو غريغيده كو يالا وا خير كسي خير بدن من صلاتها في دارها صلاه دي كتكتو دارديد ايا كجديد وصلاتها صلاه دي كتكتو في دارها دارتيد با خير نوغا خير بدن من صلاتها في مسجد قومها اني مساج قوم كده كتكتو مدمت كاستوريه هي ايوك مارتك سي اجل بدني روح دبراني في لوس باسناد جيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول كوخري لا تمنعوا هوديننا رسول كي بايري لا تمنعوا هوديننا نساءكم دمركينا المساجد مساجك هدي دونان اي مساجكنا هوديننا وبيوتهن غريودا ايا خير لهن او خير من مساجك حديثك كله وعن هو ابن عمر عن رسول الله وحكوري قال ان يري المراه قبدي عوره عوروي وإنها يدو إذا خرجت داي بحضو من بيتها قرية إذا كبحضو استشرفها وحي سبان ديغو أو ستاوضة أو دادك كفدنا الشيطان والشيطان كي مركي بحضو وإنها يدو لا تكون أهان ميسو أقرب مدعو إلى الله إلهي إذا مدعو نقون ميسو منها حق إذا في قعر بيتها قرية إذا مركة قنت يعني قولك هردد إذا وقوش شيء مركي كجرتو بي إلهي وقلو دهي وحي الشيطان كقلو دهي مركي سوقه وبحضه لأن الشيطان كوحدونية رواه الدبراني في الأوسط ورجال ورجال صحيح حيث كلا صدح بقوله يشان يا فرتن وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحد عبد الله المسعود صلاة المرأة في بيتها صلاة قول كيد هردد يكتو كتق برده بافتل وكفضل بدن من صلاتها صلاة دي كتو كتو في حجرتها قول كمارت فردقة وصلاتها صلاة دي كتو كتو في مخدعها مخدعة مخدع وحويان وخسانة قولك هردد با وحا لغا سي سمايا ستور يرو اي دد كبرغور وح كوريدن جيرين marka qolkeeda hurdada khasnada yare ka si samaysan ee alaabta ku ridato hadii ku tukato salaada kaas ba ka martay afdalu ka fadli badan min salaatiha salaadeeda fi baytaha gurgeeda ama qolkeeda hurdada ay ku tukato macnaa qolkeeda hurdadana hadii qol yaro ay marka horeba loogu tala galay in wax lagu qarsado cuntada iyo oo story uu ka sii shisheeyo ka yare store ka waa ugu sii ajir badan رواه أبي داود وابن خزيمة في صحيحه وتردد وحكو تردد في سماع قتادين كمغلي هذا الخبر من مورق مورق نكلا له إنه كمغلي والمخدع بكسر الميم يوسكان الخاي المعجمة يوفات الحدال الدال كي الله فتحيا المهمل عند بعض الهين هو يسقى الخزانة وما لها خسندة قرق هرددة قولك هرددة مارتي يعني يكسي دحيالة تكون في البيت مارتي بيتك قرق مارتي قولك يساعته خسند كسي دحتا اللي لوغو تلقلي إن راشين كي عمتد يلعك تلقو قرصدو هدهي كاسي يقشو أيه وقسي أجر بدن وايهي وعنه سحابي قاهوري وحل قوري عبد الله بن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وكوري قالين ويدي المرأة عورة قوري وعورة فإذا خرجت مركي بحضو استشرفها وحفولو أو يعني هي مارتي دونين ودتك كفدنا يو الشيطان الشيطان كي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح القريب وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما باللفت وزاد وحي زياديين واغرب ما تكون واغرب قبل مركي يقول له هاي تكون ايهان سمي وجه ربها ربي قيد وجه قيسة قبل وحي يقول له هاي هاي وهي يدعو في قعر بيتها مركي يقول كيده هردد قنتي سايكوسو قنتاي باي ربي يقول له هاي حديث كالي وعنه ايضا وابن مسعود رضي الله عنه قال وحوري ما صلت متكتو امرأة قبل متكتو من صلاة صلاة متكتو أحب إلى الله إلى هي سلاد وجوش علي هي جواري جواري ما تقول تسلاد ولا هي وجوش علي هي ها من أشد مكان مرتي مال كأذق في بيتها قري جدا ظلمة حاله وهي كنت كته هردد مدو قري هردن وقدم بيا مركا أي تكنيسو مركا أسبا سلاد إلى هي لو وجوش علي هي سلاد جواري دماري تكتو ويا مرتي من رواية إبراهيم الهجري أنا بلحظ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول النبي إن أحب الصلاة المرأة قبل صلاة إلى هي إلى الله ألا وحلوه تعليه في أشد مكان
meelba meeshay ka adag tahay fii beytihaa gurigeeda, meelba meeshay gurigeeda ka madowdahay ee aan la arkaynin baa salaadeedu ka fiican tahay, wmaarata uu ilaahay ka jecel yahay. Wa fii riwaayatin cindahu qaala, wuxuu yidhi inama annisaau, dumarku waxay yihiin cawratun, cawro weeye, wa ana almar'ata, gabadhii, gabadhii dumarka la takhruju way baxaysaa min beytihaa gurigeeda, wamaa bihaa ba'sun, iyadoon dhibaata ku sugnayn ayay gurigeeda ka baxaysaayo, fayastashrifuhaa, waxaa suuqa ka raacaya oo maaragtay ku fidnaynaya dadka ashaydaanu shaydaankii, oo fayaquulu, wuxuu odhanaya innaka adigu innaka adigu la maaratay innaka adigu laa ta'muriini, gabadhii buu ku odhanaya yani ilaa wuu sheekanaya shaydaanku, innaka adigu laa ta'muriini ma soo maraysid biaxadin qof maaratay ma soo maraysidnina ilaa maaragtay acjabathu, waad cajab gelinaysaa. Ilaa dumarku markay had iyo jeer suuqa u baxayaan way isqurxiyaan oo dharka ugu fiican bay xidhaan, boorsada ugu fiican, kabaa ugu fiican, xataa ta sheekhada ay xijaab ugu qurxoon bay xidhanaysaa. waxaasoo dhanna shaydaanka ka mas-uula. innaki boonay adigu la tamurini mari maysid biaxadin nin suaag mari maysid ilaa cajabtihi, waad cajab gelisay buu odhanaya. iyada qalbigeedu waxaa ku odhanaya balaninkaasina uu kusoo ega balaa halkaas markaad gaadhiga halkaa ka kaxaysatay balaa kaasina wakaa ku yani uu kuu qoslay shaydaankiiba waxaa ugu sheekaynaya. wa ina almar'ata, gabadhiina la talbisu, way xidhanaysa thiyaabihaa maryaheeda, maryaheeda bay xidhanaysa iyadoo suuqaadaysa. oo fayuqaalu, waxaa la odhanaya ayna turiidiina, xagaad qabanaysaa. fataquulu, waxay odhanaysaa acuudu mariidan, nin bukaan soo booqanaya. aw ashhadu, waxaan ka qayb gelaya janaasatan janaaso. aw usallii, waan tukanaya fii masjid, baan kusoo tukanaya. way wamaa cabadat, buu rasuulku yidhi, waxaasoo dhan imraatun, gabadhi ilaahay ma caabudo, rabbahaa rabbigeed ma caabudo, mitla an tacbudahu, cibaadada ay ku heli lahayd fii beytihaa gurigeeda. macnaha cibaado kasta u baxdo waa laga aqbalaya, laakiin maxaa ka khayr badan ta gurigeeda gudiisa ay ku tukato ee ay jirkeeda ku qariso. wa isnaadu haada xasan. wa qowluhu fayastashrifuhaa, waxaa isu soo bandhigaya ashaydaanu shaydaankii, ay yantasibu, shaydaankiibaa maaratay yani yantasibu, shaydaankiibaa isu taagaya, oo wayarfacu, wuu taagayaa basarahu, araggiisa, ilayhaa yadibu, araggeediis ayuu maaratay xaggeeda ayuu araggeedii maaratay ayuu ujeedinayaa. iyo dumarka shaydaanku markay soo socdaan qaarkan ayuu ka fuulaa, iyo naasaha markay sii socdaanna qaarka dambe ayuu ka fuulaa. wax caadiya raggan eegaya shaydaan baa ku salidaaya, iyadu in siday u soconaysa isu jajabinayso shaydaankaa baraaya, inay cadar iyo iska sii buuxisay maryo qurux badan sii xidhato shaydaanka amraaya. ilay nebiga waxa uu u sheegay markay isasturtay gurigeeda iyo maaratay cadarka iska ilaalisay iyo fidnada, markaasay jannadii iyo ilaahay wejigiisa ugu dhowyiin. laakiin shaydaan baa dee meesha jiro, rag iyo dumarkiiba ku labahan. wayahumu, wuu hamiyayaa bihaa yadii inuu dadka ku fidneeyo, laannahaa maxaa yeelay qad tacaadat, gabadhii waxay isku dayday inay tiigsato sababan dariiq maaratay oo min asbaabi ay maaratay ka mid a dariiqyadii tasalluduhu, uu shaydaanku kagaadkan la caliyaha gudkeeda, mar hadday baxday oo cadar iyo dhar iyo wax sii xidhatay dariiqlahaa ayay haysaayo maaratay uu kaga xoog badan lahaa iyada. wa huwa isaguna khuruujuhaa, inay ka baxdo min beytihaa gurigeeda, ka baxdo dariiqyada ay soo marto raggu maaratay dharkay xidhantay iyo xamuraday afka ku leedahay iyo cadarka ka sawiray iyo waxaa raggu ay shinsadaan waa shaqaduu doonayo. wa huwa isaguna shaydaanku wuxuu rabaa khuruujuhaa, inay ka baxdo iyadoo xaragoonaysa min beytihaa gurigeeda. way wa can abi camar ashaybani annahu ra'aa, wuxuu arkay cabdallaahi ibnu mascuud buu arkayo yukhriju saaraaya annisaa, dumarkii ka saaraya min almasjidi maalinti masaajidka yowma aljumca, cadar yax soo shweeno cabdillahi ibnu mascuudna aada buu ugu adkaa munkarka oo dumarkii buu masaajidkii ka saaray. waayo oo wayaquulu isagoo leh akhrijna, orda baxa ilaa biyutikina, guryihiina aada, kaas baa khayrun lakuna, idin khayr badan inaad ku tukataane, rawaahu dabaraani fi lkabiiri biisnaadin laa ba'sa bihi. halkaasaynu ku joojinaynaa habeen dambe 350 xadiiskaasaynu ka bilaabaynaa. atarqiibu fi salawaati alkhams walmuxaafadati waliimaani biwujuubiha ayaynu ka bilaabi doonaa. wallaahu aclam waxkam. ilaahay haydin barakeeyo, maaratay ilaahay haydin barakeeyo khayr iyo barwaaqo, ilaahay haydin siiyo. ha ka tegina kitaabka habeen walba dhegaysta, maaratay waa kitaab qaali ah oo qayima. mujaladkii koowaad baynu maraynaa, 350 xadiiskaasaynu maraynaa. mujaladkan ilaa 1000 wuxuu ku dhammaan doonaa, 1000 meelahaas ku dhammaan doonaa. ilaa 700 xadiis baa ka hadhay, laba mujalado kalena way noo dambeeyaan. waa maaratay bil gudaheed, laba bilood gudaheed bay saddex mujaladba ay ku dhamaanayaan. halkii mujaladba bil baynu ku akhrin doonaa sida ay qorshaysan biidnillahi almowlaa.
هذا عاوة درس جيت تمنات تحب قولي كنت نوين مرنا لبا تمنات أو كلامين مجلس كل من إن شاء الله هدي له ود لي إن مرت إن السيو فضل جي سيس يا أسكال يا ودي لبا ده مجلس ده كلامنا لبا إسناب بيل متبيل بكرة مانية كان هدو دمادو بيشن جون هدو دمادو منا جولايون دمنا منا أغس يعني مرك وا مرت يعني خير بدن بكجرة مرك هبين كي قف كي مرت ساس وكل حل جان مرت دقيسين كرا هاي سك دقيسون مرت وان سلام يا قفكو هبين كار لافنا دمانو البك حكود حجرة مرت حكود جرة مرت يوم كاخرنا باب الريان بلوغ المرام خنا وحن كاخرنا مرت دين تنو أنا صاحه وحكلان آخرنا ولا الحمد من هاد كنا سجنا كمان كاخرنا فتاوه أنا كمان مرت كسو جيدنا مرك اسم دافنو دقيستا بين الله المولى كتب بدنو عن آخرنا انتي مكلوك دام كان كتر ري ايا ينا كترتا يوتيوب كو اكفا يدسان كرتان وحان دام ماينا كتاب للا ادب المفرد او مارت اسنو كتر يوتيوب وحان دام ماينا عمدة الحكام يوتيوب كتر وحان دام ماينا مارت شمائر المحمدية صفات كي نبي اسنو يوتيوب كتر تفسير كل بچار عن دام ماينا با يوتيوب كتر كفا يدست كتب تلاه دين بركيو وان السلام يا دمانتي شرقرية انتي داك بحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.